الخبر ده بيقول بيأكد بقى على أرض الواقع وأمام العالم كله. جات وزيرة الدفاع بتاعت هولندا، اتفضلي احنا موجودين وبندخل مساعدات. احنا طبعا مصر بتستقبل دوريا وفود عالمية ومسؤولين عالميين، ومنهم اللي بيروح رفح ويشوف الواقع اللي موجود هناك. يمكن الرئيس في كلمته قال ان احنا كنا في 600 شاحنة بتدخل، دلوقتي حاليا بيدخل من 200 ل220 شاحنة فقط. فده كله للمعوقات اللي بتحطها إسرائيل لدخول هذه الشاحنات إلى غزة. صحيح. يعني دي أكاذيب بتروجها إسرائيل عشان يعني تبعد التهمة عنها، وفي محكمة العدل الدولية الموضوع تهمة الإبادة الجماعية. فإسرائيل بتردد مثل هذه الأكاذيب عشان تلقي بالعبء على الجانب المصري. صحيح. لكن مصر دورها معروف، وفي القضية الفلسطينية موقفها واضح للجميع، والعالم كله بيقدر الدور المصري في احداث غزة. صحيح.